كشفت وزارة التخطيط المصرية أيضا عن تخصيص نحو 6.5 مليار دولار استثمارات عامة لإقليم قناة السويس. الوزارة أوضحت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2015-2016 أن قناة السويس تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات وبنسبة تصل إلى 79%. ويتمثل أهم المشاريع في استكمال قناة السويس الجديدة تمهيدا لافتتاحها خلال السادس من هذا الشهر، وحفر 6 أنفاق أسفل القناة، إضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والورش وإصلاح السفن والوحدات البحرية. للمزيد عن مشروع قناة السويس الجديدة والتحديات التي واجهت عملية تنفيذه، ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ورئيس تحالف التحدي المهندس ياسر زغلول. سيد زغلول، أهلا بك معنا. تحديات كبيرة واجهها هذا المشروع، ولكن تم إنجازه في وقت قياسي، وأيضا تم تسجيل الكثير من الأرقام القياسية على صعيد مستويات الحفر، وأيضا وجود عدد هائل من الجرافات المتخصصة في هذا المجال. حدثنا ولو باختصار عن أبرز التحديات التي واجهتكم في هذا المشروع. نعم أستاذ رفعت، مساء الخير. وطبعا أكبر تحدي في المشروع اللي هو إنجاز مشروع ضخم بأكثر من 200 مليون متر مكعب تكريك في فترة تقل عن عام، لأن الأكشوال بيريود لينا كشركة جرافات كان حوالي 270 يوم، كان يتطلب عملية تكريك كاملة لأكثر من 200 مليون متر مكعب. دي لم يسبق هذا الحدث أبدا في تاريخ الأعمال التكريك في العالم، حيث بالمقارنة بأكبر مشاريع العالم في السابق كان أكبر معدلات شهرية لا تزيد عن 8 مليون ل 10 مليون متر مكعب في الشهر، فيما إن احنا وصلنا أكثر لقرابة 40 مليون متر مكعب في الشهر. كان أكبر تحدي هو كيفية إيجاد المعدات من وصولها للموقع من جميع أنحاء العالم، وتكوين تحالف التحدي اللي كان قادر على تنفيذ المشروع، وبفضل الله تم تنفيذه زي ما حضرتك عارف. والأسبوع اللي فات تم موضوع النافيجيشن ترايلز في القناة بنجاح. كان دخول المعدات للموقع من أصعب التحديات، وبصراحة ساهمت هيئة قناة السويس بمجهود ضخم جدا لتسيير دخول المعدات للموقع، وبفضل الله فعلا تم دخول المعدات بوقت قياسي لم يكن مسبوق قبل ذلك. طب إلى جانب تسهيل عملية دخول المعدات إلى الموقع كما ذكرت، ما هي التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لتحالف التحدي؟ هو حقيقة الأمر إن هيئة قناة السويس بالذات، لأن هي دي الكلاينت اللي كنا بنتعامل معها بقيادة الفريق معالي الفريق مهاب مميش، كانوا مسخرين إمكانيات هيئة قناة السويس بالكامل لتسيير الأمور لتحالف التحدي، منها الإمدادات اللوجستية، إمدادات الوقود. إحنا استهلكنا في المشروع أكثر من 150 ألف طن وقود، استخدمنا أكثر من 2 مليون لتر ديزل للمعدات الأرضية، عمليات التصريح. وحضرتك عارف ان المكان مكان كان فيه كمية التأمينات قوية جدا، فكان لازم تصريح سريعة لدخول الموظفين، وجود 4-5 فنادق عايمة لإعاشة الموظفين والعمال في المشروع. فكانت هيئة قناة السويس بتلعب دور مهم جدا على انها نقطة الاتصال دايما بين تحالف التحدي وجميع الهيئات المصرية اللي مطلوب منها إجراءات التصريح، الإدارة اللوجستية وما شابه ذلك. طب سيد زغلول، شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية هي التي قادت تحالف التحدي، مجموعة من الشركات دخلت في هذا المشروع، هل لمستم اهتماما من قبل الشركات العالمية ربما منافسة للدخول في هذا المشروع؟ هل كانت هناك رغبة حقيقية من شركات أجنبية في العمل في مصر في ظل هذه المرحلة الانتقالية التي كانت تعيشها مصر؟ أكيد. هو طبعا كان كل الشركات العالمية يشرفها وتفخر أن هي تشارك في هذا المشروع التاريخي، في إنجاز المشروع التاريخي. وعلى هذا الأساس يعني لما حضرتك تشوف المشاريع في السابق، نظرا لأن احنا دايما بنكون منافسين، بيتطلب مش أقل من 3 شهور لتكوين تحالف ضخم في هذا القبيل، مع أن مسبقا لم يتم تكوين تحالف ضخم بهذا الشكل، ولكن بفضل الله في أقل من 48 ساعة كنا قادرين أن احنا نكون تحالف التحدي من أربع شركات دريجنج في العالم. ده يدل على شيء، يدل على رغبة حقيقية من كل الأطراف
للمشاركة في المشروع التاريخي وإنجاز المشروع في وقته. وكمان لما تشوف سيمفونية التعاون أثناء المشروع بين شركاء التحالف كانت سلسة جدا بوجود إن الحمد لله وديليفرد بروجكت في نهاية الأمر بدون أي مشاكل. وده برضو لم يسبق، يعني دايما لما يكون في جوين فينشر وحضرتك عارف لازم يكون في بعض الأمور بعد، بس هنا ما كانش في وقت للمشاكل. طب هل كانت هناك منافسة من شركات أخرى تسعى للفوز بهذا المشروع؟ أكيد إحنا فزنا بالمشروع عن طريق مناقصة عالمية كان فيها ثلاث عروض، والعرض عرض تحالف التحدي كان هو الفائز بالمشروع لأنه كان الأقدر من ناحية الإمكانيات والأفضل من ناحية الأسعار والفنيات. وتم عملية المفاوضات مع هيئة قناة السويس في وقت قصير جدا، والحمد لله كنا احنا الفائزين بالمشروع، وهي كانت مناقصة عالمية بتمويل مصري 100%. طب هل فتح لكم هذا المشروع بابا للدخول في مشاريع أخرى في مصر وربما أيضا في القارة الإفريقية، سواء بالتعاون مع هذه الشركات، شركات تحالف التحدي أو غيرها؟ أكيد، يعني إحنا زي ما العالم كله سامع عن المشاريع إن شاء الله المتوقع الإعلان عنها يوم 6، فإحنا بوجود العدد الضخم والإمكانيات الضخمة بالكركات لتحالف التحدي، فإحنا إن شاء الله جاهزين ونسعد ونشرف إن إحنا نكمل مسيرتنا في التنمية هنا في مصر. ما هي المشروعات المحتملة أو المتوقع أن تساهموا فيها في الفترة المقبلة؟ هو حضرتك عارف ان هيئة قناة السويس انهت الماستر بلان لمنطقة المحور، محور قناة السويس لتطوير المحور. المشاريع دي كلها يعني تحتوي على مشاريع بحرية من بناء موانئ وقنوات ملاحة جديدة وارصفة موانئ. وحضرتك زي ما انت عارف شركة الجرافات وشركاء التحالف كلنا متخصصين في جميع الاعمال البحرية، سواء تكريك سواء اعمال موانئ او بناء موانئ او بنية تحتية في البحر، واحنا على اتم الاستعداد ونفخر ونشرف ان شاء الله للمشاركه فيها عند اعلانها باذن الله. بمعنى هل سيكون هناك مشروعات اخرى ضمن مشاريع التنميه لاقليم قناه السويس يمكن لشركه الجرافات البحريه ان تكون من المطورين فيه؟ اكيد، يعني احنا هنكون من كشركه جرافات من المقاولين لتنفيذ المشروع ان شاء الله. طيب الأرقام القياسية التي كنا ذكرنا تم تسجيلها في هذا المشروع، مشروع حفر قناة السويس الجديدة، أرقام ربما أكثر بحجم أو عدد الجرافات البحرية القادمة من شركات التحالف، كم بلغ عدد هذه الجرافات وأيضا نسبتها؟ بلغ العدد إجمالي الجرافات 26 جرافة في المشروع كلها عملاقة. كنا احنا 4 شركات، قسمنا المشروع كان مقسم 25% لكل شريك. كان تحالف التحدي يمتلك اكثر من 70% من قوة التكريك او الدريجنج في العالم، ولذلك كان هو التحالف الفائز لان الامكانيات موجودة، ولو كان المشروع تطلب اكثر من ذلك كنا قدرنا نوفر، لان احنا نعلم تماما مدى أهمية انهاء المشروع في وقته بالنسبة لمصر. شكرا لك من القاهرة، رئيس تنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ورئيس تحالف التحدي المهندس ياسر زغلول، شكرا جزيلا لك.